عمرو بن كلثوم عمره، يعني يقال أنه عاش وصل إلى 140، ولذلك جمع بنيه وأحفاده ساعة موته وقال: أي بنية، إني بلغت من العمر ما لم يبلغه أحد من آبائي، ولا بد أن ينزل بي ما نزل بهم من الموت، وإني والله ما عيرت أحدا بشيء إلا عيرت بمثله، إن كان حقا فحقا وإن كان باطلا فباطلا. ومن سب سب فكفوا عن الشتم فإنه أسلم لكم، احسنوا جواركم يحسن ثناؤكم، وامنعوا من ضيم الغريب، فرب رجل خير من ألف، ورد خير من خلف، وإذا حدثتم فعوا، وإذا حدثتم فأوجزوا، فإنه مع الإكثار يكون الإهذار. ولا خير في من لا روية له عند الغضب، ولا في من إذا عوتب لم يعتب، ومن الناس من لا يرجى خيره ولا يخاف شره، فبكؤه خير من دره، وعقوقه خير من بره، إلى أن يقول: ولا تتزوجوا في حيكم فإنه يؤدي إلى قبيح البغض. وصية جميلة جدا وعظيمة، وضع لهم دستورا يسيرون عليه. عنترة: ولقد حفظت وصات عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. وفي معلقته أيضا يقول: ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني، ضمضمي الشاتم عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لقيتهما دمي. وإن يفعل جزر الشباء السباعي وكل نسر قشعمي. عمرو بن كلثوم مثلا، يعني هذا 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 الإرث العظيم يورثونه دائما للأبناء. ستجد أن هذه التجربة يعطيها في وصايا، ولذلك من يأخذ وصايا العرب سيجد فيها العجب العجاب على أشياء معينة. قوانين، هذه قوانين لا يخرج عنها، لا يخرج عنها، يعني وستجدون يلتزمونها في أصعب الظروف. مثل بن زرارة، عندما حاج بن زرارة عندما أسر أبو القعقاع، أخوه أسروه بني عامر، والفدية فدية الشخص 200 ناقة، فطلبوا قالوا: لا، هذا أخوك فدية ملك 1000 ناقة. فرفض أن يعطيها، فقال: لا تتركني يا أخي، يقتلونني بهذه الصورة. فقال: صبرا أبا القعقاع، أين وصية والدنا أن لا نؤكل العرب أموالنا ويطمعون ذؤبان العرب؟ يعني أنت إذا دفعت 1000 هنا، العرب وذؤبانهم وقطاع الطرق وفرسانهم سيحرصون على أسرك وأسر أخوتك، يعني ويطلبون 1000. فبقي في الأسر وأضرب عن الطعام حتى مات، وقيل منعه من الطعام حتى مات، وبقي على الوصايا. فالوصايا قوانين، يعني بهذه الصورة أبوه أوصاه بهذا: ديتك مثل ديت قومك، مثل أي رجل من بني تميم، لن تزيد عنه، فلزمها حتى ولو مات يعني أخوه.